إنباء من قلب الحدث وأخبار حصري عن نجوم عالم بوليوود والدراما الهندية. فضيحة عليا بهات قبل الزواج وابنتها الغير الشرعية تهز الهند من جديد، وخروج شقيقة عليا بهات بتصريح توضح حقيقة ذلك. القبض على العصابة التي حاولت القضاء على سلمان خان ومستجدات حصرية عن الحادث والمتهمين. وقاحة كاجول واستفزازها للمعجبين يجعلها من أكثر الشخصيات المنبوذة في الهند بعد ظهورها الحصري والمستفز أمام الصحافة. ولا تنسوا دعمنا بوضع لايك والاشتراك في القناة ليصلكم كل جديد ومشاركة المقطع مع عشاق بوليوود، وإليكم التفاصيل. لقد عاش سلمان خان وعائلته لحظات مرعبة هذه الأيام بعد حادث إطلاق النار خارج منزله مباشرة بعد عيد الفطر. وبعد ساعات من وقوع الحادث، خرج شقيق رئيس العصابة لورينس بيشنوي بمنشور معلنا عن مسؤوليته عن ذلك، محذرا سلمان خان من أن ما حدث مجرد إعلان تشويقي فحسب، وما سيأتي سيكون الأقوى. الشيء الذي دفع سلمان خان إلى اللجوء إلى جهات سياسية في الهند لطلب العون ووضع حد لهذه التهديدات والعثور على العصابة. وبعد مرور يوم واحد على الحادث، ألقت شرطة مومباي القبض على المتهمين في ولاية غوجرات، وقد تم التعرف عليهما باسمي فيكي كوبتا وساكالا بالا، إذ أكد مفوض الشرطة أن الرجلين ينتميان إلى عصابة لورينس بيشنوي، وتم نقلهما إلى المدينة حيث سيتم تقديمهما للتحقيق لاستجوابهما ومعرفة من أعطاهم الأمر بذلك. كما أكد المفوض أن هذين المتهمين سينالان عقابهما وسيكونان عبرة لكل من سولت له نفسه الاعتداء على الأبرياء. لقد أصبحت نجمة بوليوود كاجول من بين الشخصيات التي لا تطاق والتي تثير الجدل في كل ظهور لها أمام الصحافة، فهي دائما ما تتعمد إهانة الصحافة والمعجبين في العديد من المناسبات دون المراعاة لقاعدتها الجماهيرية الواسعة التي أصبحت تستاء من تصرفات كاجول بشكل دائم. اتظهرت كاجول هذا الأسبوع في عيد ميلاد المنتج أميت شارما بطريقة استفزت الجمهور الهندي، إذ استقبلت الصحافة والمعجبين بوجه غاضب ومستفز تطلب منهم الابتعاد عنها دون المراعاة لحبهم الغير المشروط أو محاولة تحمل الضغط في سبيل معجبها. إذ قام العديدون بتشبيه كاجول بالنجمة جايا باتشانا التي هي أيضا تعتمد أسلوب القمع والاستفزاز، إذ علق أحدهم قائلاً: ماذا يحدث؟ يبدو أن كاجول أصبحت مثل جايا باتشان هذه الأيام، غاضبة ووقحة. كما أضاف آخر قائلاً: إنها وقحة جداً في كل مرة تظهر فيها. وأنتم ما رأيكم؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات. بمناسبة الذكرى السنوية الثانية لزواج النجمين عليا بهات ورامبير كابور، عاد خبر حمل عليا بهات قبل الزواج إلى الواجهة من جديد بعد أن تأكدت العديد من الصحف الهندية من عمر راحة كابور ابنة عليا بهات، إذ يقال أن عليا قد كانت حامل بابنتها قبل الزواج من رامبير بشهرين، الشيء الذي جعل الزوجان يقومان بإلغاء خطط زفافهما في جنوب إفريقيا واكتفائهما بحفل بسيط في منزل العائلة. إذ أصبحت راحة كابور ابنة عليا ورامبير محط هجوم مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي باعتبارها الابنة الغير الشرعية وخارج نطاق الزواج. وفي ظل هذا الجدل، خرجت شاهين بهات شقيقة عليا بتصريح ترد على خبر حمل عليا بهات قبل الزواج، وقالت: لن أتحدث عن هذا الموضوع لأنها رحلتها الخاصة، وأي شيء تعاملت معه بشكل شخصي فهو رحلتها بالكامل.
وبعد قول هذا لا يمكنك أبدا إرضاء الجميع حقنا، ولا بد من التعليقات السيئة. وانقسم الجمهور بين مهاجمين لعليا وبين مدافع عنها، مؤكدين على أن جميع نجمات بوليوود يقيمن علاقات غير شرعية ومحرمة قبل الزواج، إلا أن حمل عليا قبل الزواج كان بهدف إجبار رامبير على الزواج منها، وهي بالفعل وصلت لمبتغاها بطريقة ستجعل ابنتها مستقبلا محط الشبهات. आवाज कमी टावर गौरव आवाज अरे भाई क्यों बीच में आप